سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم قناع الخوخ لتفتيح نظارة البشرة. أولا نهضروا على فوائد الخوخ للبشرة. من بين فوائد الخوخ للجسم هو أنه مفيد جدا للبشرة والجلد، فهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث أنه غني جدا بفيتامين ألف. وأحد فوائد الخوخ للبشرة هو أنه يساعد في تجديد أنسجة الجلد لعلاج البشرة الجافة. ومن ضمن فوائد الخوخ للبشرة هو أنه يحمي البشرة من الهالات السوداء والتجاعيد بفضل وجود الفيتامين جيم وزيادة إنتاج الكولاجين بالجسم، ويحمي من أشعة الشمس الضارة، وهي أحد فوائد الخوخ للبشرة. بسم الله، نبدأ على بركة الله بالقناع. أنا هنا خذيت نصف حبة خوخ، رحيتها كما راكم تلاحظوا، وهنا عندي ملعقة من الزبادي، زبادي طبيعي. أولا نبدأ، أنا هنا راح نمد لكم برك كتجربة بس أنا درته. ناخذ ملعقة أو ملعقتين من الخوخ المهروس، نضيفوا له ملعقة من الزبادي، ونمزج الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها. كما راكم اذا شتي بلي مازالو شويه جاري او ملاك، تقدري تضيفي قليل من الزبادي او قليل من الخوخ المهروس. انا هنا حنزيد شويه خوخ. نتحصل على قناع بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ناخذ فرشاة اللي نستعملوها ونطبقوها على بشرة الوجه، ونتركوه مدة من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى ينشف على البشرة. ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد، ونضع كريم مرطب للوجه، أي كريم تستعمليه أنتي سيدتي. نتمنى هذا القناع يكون فاتكم، نتمنى تكونوا تجربوه